السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبابي المشاهدين متابعي قناة أحمد شيف تك، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد سأشرح لكم في طريقة تجزئة ألعاب بلاي ستيشن بصيغة باكاج حتى نتمكن من نقلها إلى فلاش يو اس بي مفرمط بصيغة فات 32. نبدأ على بركة الله. نقوم بإنشاء مجلد على سطح المكتب و نسميه باسم اللعبة. بعد ذلك نقوم بفتح البرنامج ونقوم باختيار في الخانة الثانية اختيار المجلد الذي قمنا بإنشائه على سطح المكتب، وفي الخانة الأولى نختار اللعبة التي نريد تجزئها. بعد ذلك نضغط على ستار ثم أوكي وننتظر انتهاء تجزئة اللعبة. فهذه الطريقة يعني أقل تعقيد من طريقة الإكس فات، يعني نقل الألعاب عن طريق الفات 32 أفضل. إلى هنا نكون قد أنهينا حلقتنا، وإلى اللقاء مع حلقة قادمة إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس ليصلكم منا كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.